أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، أحييكم بأجمل تحية مسائية. وما زلنا نتابع هذه الانطلاقات شوطا تلو شوط، يأتينا والشوط الحادي عشر يتحرك بوزن الحول المحليات الأصايل بأوامر من اللجان العاملة في هذا الميدان. شكرا لكل الأخوة العاملين مع هذا التنظيم الرائع في هذه الانطلاقات. نحن نرحب بهذا الشوط ونرحب أيضا بكل الأخوة الحاضرين الذين توافدوا على أرضية هذا الميدان للمشاركة وللاستمتاع أيضا بهذا المهرجان وبهذه الأجواء التراثية الجميلة. الشوط يتحرك أيضا، وهناك انتشار قوي وسريع في قلب الحدث وفي هذا التحدي. نحن نراقب ونتابع أيضا مقدمة الشوط لنعلن على مسامعكم من هو صاحب المركز الأول ومحتل المركز الأول في هذه اللحظات. نشق طريقنا لكي نصل إلى مقدمة الشوط ونتابع أيضا الصدارة في وسط هذا التحدي وهذه المفاجآت الكبيرة. نقترب من مقدمة الشوط ونعلن على حضراتكم اللي في المركز الأول. المركز الأول سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. المركز الخامس لهجنة العاصفة. تهانينا والناموس، نعود بالتهنئة والناموس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. هذه لحظة وصول الشاهينية إلى خط النهاية بتسع دقائق 23 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد. أما المركز الثاني، نشوف المركز الثاني وتوقيت الزمني اللي قطعته لمسافة الستة كيلو مترات. المركز الثاني، التوقيت الزمني، التوقيت الزمني للمركز الثاني. نحن في انتظار وصول المركز الثاني إلى خط النهاية لنعطيكم التوقيت الزمني 9 دقائق 32 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. تهانينا أيضا للمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث لهجنة الرئاسة بتسع دقائق 32 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي.